اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر يا صافي واحد اذا خذت كل داك لا ما كاين لا تخافي لا والو لا غادي صافي واحد هذاك إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم هنا من الناظور. احنا الآن مع الإداري ومؤسسات ومدراء التعليم هنا بالناظور فوق احتجاجية اللي كيطالبوا طبعا بحقوقهم. الآن معنا الأستاذ عبد الإله. الأستاذ عبد الإله، شنو هو الغرض بهاد الوقفة الاحتجاجية داخل النيابة التعليمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية مجددا لموقع شوف تيفي على التغطية الدائمة والمستمرة للاحتجاجات والاعتصامات المستمرة لأطر الإدارة التربوية في على صعيد ربوع الوطن وبإقليم الناظور على الخصوص. إذن كما تعلمون جميعا، كما صرحت في التصريح الأول لقناتكم، أنه هذه الاحتجاجات والاعتصامات تأتي بعد نفاد الصبر ديالنا وبعدما خل السيد وزير التربية الوطنية بالوعود ديالو أو التصريحات ديالو أمام قبة البرلمان وأمام المستشارين وفي التصريحات ديالو في لجنة التعليم المقاربة للبرلمان. إذا احتجاجات كتجي على إثر تملص السيد الوزير من المطالب ديالنا المشروعة والقانونية واللي على رأسها الإطار والكرامة. وعندما نتحدث عن الإطار فإننا نتحدث عن الكرامة، لأن الكرامة هي مدخل لدمقراطة التعليم المنظومة التربوية بالمغرب، والكرامة هي اللي غادي تضمننا، والإطار هو اللي غادي يضمننا أنه يحدد لنا المهام ديالنا ويحدد لنا يعني مجموعة من الأمور اللي إحنا أدوار إدارية تربوية كنزاولوها ولكن ما عارفينش بالضبط المصير ديالنا وما عارفينش الإطار إطار اللي خصو ضمنا. وكما تعلمون أنه هذا المرحلة الثانية من برنامج النضالي التنسيق الثلاثي الوطني للجمعيات الثلاث: الجمعية الوطنية لمديرية مدير التعليم الابتدائي بالناظور، الوطنيان، وجمعية الحراس العامون والنضار ورؤساء الأشغال، وجمعية مدراء الثانوي الإعدادي. إذا هذا التنسيق الثلاثي هذا خرج في البرنامج النضالي الشطر الثاني، وسيكون هناك الشطر الثالث في حالة ما عدم استجابة الحكومة وفي شخص السيد وزير التربية الوطنية للمطلب ديالنا اللي هو الإطار كما وعدنا منذ سنة 2018، ونحن ننتظر هذا الإطار رغم التصريحات المتكررة دياله. إذن هذه الاعتصامات ستستمر، هناك اعتصامات داخل المديرية الإقليمية ثم اعتصامات في المديرية الجهوية ثم كاين اعتصامات على الصعيد الوطني مع مقاطعة أو تجميد العضوية ديالنا في جمعية مدرسة النجاح والجمعية الرياضية والتعاون المدرسية بالنسبة للابتدائي. إذن نحن ماضون ومستمرون وسنناضي من أجل الكرامة ديالنا، من أجل الإطار ديالنا، ولن نستسلم أبدا ولن نستسلم أبدا. فهذه مجددا دعوة للسيد الوزير ومن خلال دعوة للسيد رئيس الحكومة أنه التسريع بإخراج هذه المرسومين، لأن طال انتظارنا وفقدنا الأمل واحتلنا الآن. المفروض أننا نكون في المؤسسات التعليمية ديالنا كان نزاول المهام ديالنا خدمة المنظومة التربوية، خدمة لهذا الوطن، ولكن مع الأسف أنتم كأساتذة كمدراء وإداري المؤسسات التعليمية هنا في الناظور في إقليم الناظور، يعني شحال هذه أنتم كتسناو في هذه الوعودات هذه ديال السيد الوزير التعليمي؟ ليكون في علمكم أنه الواحد كيسول كيقول كيف يعني باش نكونوا منذ تأسيس الجمعية، يعني الجمعيات قريبا الجمعيات الوطنية تأسست، التنسيق الثلاثي الجمعيات تأسست على أساس المطالبة بهذا المشروع بهذا المطالب. وحنا اللي كنا يعني في المسودة أنه الحوار مع السيد الوزير مع الوزارة السيد الوفا رحمه الله والسيد المختار أنه كانت نقاشات وكان أنه تصور لواحد الإطار اللي كيتسمى متصرف تربوي لهذا الإخوان ديالنا اللي كيزاولوا المهام الإدارية، يعني منذ سنين منذ أزيد من أكثر من 10 سنوات. ولكن يعني كنا مرة كنا كان التأجيل سوف يعني غادي يكون الإطار غادي يصبروا شوية يعني هذا منا، ولكن احنا نظرا للظرفية اللي كتجتاح المغرب وكورونا والميثاق الأخلاقي اللي قدوا الإخوان ديال الجمعية ديالنا مع السيد الوزير، فجمدنا جميع الاحتجاجات ديالنا وجميع الحركات الاحتجاجية ديالنا والبرامج النضالية ديالنا على أساس أنه السيد الوزير يوفي بالوعد ديالو. دابا المطروح هو أنه السيد الوزير صرح ولكن كيقول لك هناك ضروري خصو يعبأ الشركاء. بغينا نعرفوا احنا الشركاء شكون هما، شكون هاد الناس هادو اللي
اللي دايرين هذا البلوكاج لهذا الملف ديالنا ديال الاداره التربويه. يعني هذا الملف هذا ربما الاخوان كيتسالوا كيقول لك ملف تم التسييس ديالو تم الركوب عليه لان ربما كاين انتخابات جايه. فنحن مطالبنا واضحه، مطالبنا شرعيه، ان نطالب بالاطار وبالكرامه ديالنا، بالاطار وبالكرامه ديالنا. يعني عمر طويلا هذا الملف هذا، ونتمنى ان شاء الله انه يوجد اذان صاغيه ويخرج هذا المرسومين قبل الانتخابات المقبله ان شاء الله. وتحيه لموقع شوف تي في، وتحيه لجميع الاخوه، وتحيه عاليه للتنسيق الثلاثي باقليم الناظور، ولجميع المديرين والمديرات والاداريين والاداريات بربوع الوطن. تحيه من الناظور الصامد، والسلام عليكم. ايوا اسمح لي لكم لكن لا لا استاذ اذا كما كتبوا معنا الان متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، يعني المدراء واداريو المؤسسات التعليميه في وقفه احتجاجيه كيطالبوا يعني بابسط حقوقهم هنا داخل نيابه التعليم بالناظور. أستاذ حسن أنا أشوف الرئيس. لا ضر الاستاذ حسن طبعا استاذ اداريو استاذ عزيز استاذ عزيز عزيز وتحيه يعني كنتوا عودات يعني الادماج ديالكم في المرسوم طبعا انتم كاداريو و مدراء ديال المؤسسات التعليميه شنو هو يعني ما هو الغرض يعني في الوقفه الاحتجاجيه هنا داخل نيابه التعليم يعني تفضل شكرا لشوف تي في ومواكبه ديالها الصحفيه للاحتجاجات اللي كتخوضها اطر الاداره التربويه بالمديريات وبالاكاديميه. كنا نفذنا الشطر الاول اللي ابتدى من 2 مارس الى 25 مارس اللي كان الوقفه اللي كانت بالاكاديميات. واليوم يعني بعد صدور البيان الثاني رقم والتعميم رقم 2 نخوضوا الشطر الثاني اللي كيبتدئ من الاعتصام ديال اليوم اللي هو 1 افريل، وكذلك 5 افريل و8 افريل و15 افريل، وسينتهي ب 29 افريل بالاكاديميات، ومع يعني استمرار في مقاطعه جميع العمليات الاداريه والتربويه اللي كتهن الشان التربوي. لماذا يخوض اطر الاداره التربويه هذا الاحتجاج؟ هو ان نقول للوزاره والسيد الوزير الاسراء باصدار المرسومين المتوافق حولهما مع النقابات ومع الجمعيات، وكذلك الوفاء بالوعد ديالو الذي قطعه عند لقائه مع جمعيه المدير الابتدائي انه بصدد اصدار المرسومين، ويقول دائما بانه جاهز. كذلك احنا حسبنا له ان هناك تصريحات الكثيره 40 تصريح، وكذلك اجوبه على في البرلمان والاسئله كتابيه وشفويه تقول بانه بصدد اصدار هذا المرسومين اللي كيهم الاداره التربويه. احنا نقول السيد الوزير نحن كذلك مستمرون في النضال حتى الوفاء باصدار هذا المرسومين اللي كيعطوا الحق للاداره الاطر الاداره التربويه والمزاولون انه الادماج في اطار المتصرف التربوي. كذلك بالنسبه للمتصرفين سلم 10 الادماج مباشره في الدرجه الاولى. وتحيه لكم، تحيه نضاليه عاليه. شكرا استاذ عزيز، شكرا شكرا. اذا كما كتبوا معنا الان متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، احنا الان كنتواجدوا هنا داخل نيابه التعليم بمدينه الناظور، وقفه احتجاجيه لطبعا الاداريو ومدراء ونظار المؤسسات التعليميه هنا بالناظور واقليم الناظور اللي كيطالبوا بحقوقهم.
استاذ.